سوق النبي يعني بين أهلنا، نشوف الحياة الطبيعية، فرحانين نشوف أهلنا مرتاحين، يعني دايما يمارسون حياتهم بشكل طبيعي. أهل الموصل عندهم إرادة قوية وعزم، يعني نفضوا غبار داعش بسرعة، وإن شاء الله بعزيمتهم تعاونهم مع أبنائهم بالقوات الأمنية لا عودة نهائية لداعش. أكو بعض الإشاعات وكذا، داعش انقبر إلى لا رجعة إن شاء الله. إن شاء الله نبني مدينتنا وننطلق وترجع الموصل عروس العراق، ويرجع أهلها بسواعدهم يبنوها مرة أخرى وتكون أفضل إن شاء الله. الحقيقة أكو إرادة إحنا شفناها عند الموصليين للبناء والإعمار ولبدء الحياة الجديدة، مثل ما أكد السيد القائد أنه لا عودة لداعش. إن شاء الله الموصليين سوف يبنون مستقبلهم بنفسهم. نهيب بإخواننا وأبنائنا في مدينة الموصل أن لا يستمعوا إلى الإذاعات المغرضة، إلى الإشاعات المغرضة اللي دائما تحاول أن تنال من انتصارنا. نحن في وزارة الدفاع عاقدون العزم على أن نكون يد ضاربة لكل من تسول إلى نفسه المساس بأمن وسلامة المواطن. نحن اليوم هنا نسأل المواطن كيف يتعامل معك، سواء العسكري إذا كان من وزارة الدفاع أو الداخلية، وأيضا باقي القوات الأمنية، ونسمع منه أيضا في حالة وجود أي خرق لا نسمح بذلك. لذلك نهيب مرة أخرى من خلال قناتكم وقناة الموصلية الكريمة بأن ينتبهوا إلى الناس المغرضين اللي يحاولون إثارة الفتن ويحاولون إثارة الإشاعة، وإن شاء الله سوف نكون معهم يد بيد نبني مستقبل أبنائنا. وشكرا لكم.